مرة النعمان. طلعنا من ضيعتنا بسبب الضرب والقصف اللي صار علينا وعلى ضيعتنا. طبعا كتير راح شهداء وصار مجازر عنا بالضيعة، فاضطرينا نطلع من ضيعتنا بعد قصف عصابات الأسد لبيوتنا، هدمنا بيوتنا، تركنا بيوتنا ورزقنا وطلعنا. نزحنا فترة شهرين عريف حلب، فكمان صار ضرب، فاضطرينا كمان، صار الضرب فوقنا كمان، اضطرينا نطلع. طبعا بسبب القصف والضرب ما قدرنا نطالع اغراض بيتنا، يعني اللي قدرنا نطالعه انه طالعت بلادي وماكينتي اللي هي سبب رزقتي حاليا. وطلعنا من ريف حلب واجينا لهون، سكننا هون بالمخيمات، المخيمات اللي عم نتحمل الشوب فيها والبرد فيها وقساوة المعيشة جدا صعبة. وانا عم بحاول قدر الامكان انه اشتغل على ماكينتي، ومتأملة انه يصير لي فرصة عمل بمعمل او بمشغل خياطة مشان استفيد اكثر من مهنتي. انا عم بخيط حاليا على ماكينتي، ايش ما صار لي خياط بخيط عليها، بصلح تصليحات، عفش بيت، اي شيء بده خياط انا بخيطه مشان اولادي ما يحرموا اي شيء ومشان يكملوا تعليمهم. وهذا عندي السبب الرئيسي انه عم بخيط مشان اولادي ما ينحرموا التعليم، وقدر الامكان اقدر ساعدهم وان شاء الله ما بقصر معهم بشيء.